راشن فيدريشن يعني. اوكي روسيا 28 كام؟ اهو ده احنا غلبناهم 28 23. طب كويس، ده اخبار كويس. طب الحمد لله. طب واحنا كده عملنا يعني، انا طبعا رقم جهل مطبق يعني، هو احنا كده يعني هنعمل ايه؟ مثلا روحنا دور 16 دور الثمانيه بنعمل ايه يعني دلوقتي؟ ولا ما حدش عارف حاجات يعني. ان شاء الله خير يعني، يعني ماشيين كويس. احنا بنكسب، احنا بنكسب. رايحين فين بقى يعني؟ لما نوصل العتبه هننادي عليكم عشان عايز ينزل. ايوه، اول مباراه في الدور الرئيسي للبطوله، اول مباراه في الدور الرئيسي. صقر ده بيلعبوا باسبوع. ايوه صح، تمهيديه وبعدين رئيسي يعني. عارفين حضراتكم في الميزانين في فوق ادوار يعني، احنا ماشيين مع بعض يعني. بس كويس، مصر يعني في كرة اليد ماشية كويس في كرة اليد. طيب عندنا بقى مشكلة، او عندي مشكلة في فقرة احنا قلنا لحضراتكم عليها، لما حد بيتصل بينا يقول لنا والله انا حاولت احل مشكلتي وما عرفتش، فانا بستغيث بجموع المصريين، انا بشبهه باللي عمل جمعية، واحنا كلنا دلوقتي لازم نقف، طبعا كلنا قد ما نقدر يعني، نقف مع اللي دلوقتي جه الدور عليه في ان احنا نساعده. فالنهارده فقره عندي مشكله جايه من الدكتور جمال محمد، هو من قاطني مدينه 6 اكتوبر، واضح انه في مشكله ما بتواجهه، فهو تواصل مع البرنامج واحنا بالمقابل وعدناه ان احنا نديله مساحه يقول لنا ايه هي المشكله بالظبط. دكتور جمال مساء الخير. مساء الخير دكتور معتز، اهلا بحضرتك. دكتور جمال قول لي ايه المشكله بالظبط؟ والله يا دكتور معتز، هي المشكله بتتلخص في الاتي، ان احنا في مدينه 6 اكتوبر وخاصه في الحي الثاني في المدينه في مشكله خدمات بتتلخص في مستوى الطرق الداخليه في الحي الثاني ومستوى النظافه بشكل عام. احنا تواصلنا مع الجهاز عدة مرات، يعني انا ومجموعة من سكان الحي طبعا مشكورين، واتكلمنا مع رئيس الجهاز وهو طبعا يعني راجل نشيط. رئيس الجهاز الحالي المهندس شريف؟ الباشمهندس شريف الشربيني، هو في الحقيقة يعني راجل نشيط من اليوم اللي تولى فيه الجهاز. نعم. ولكن يعني احنا في الفترة الأخيرة يعني حصل نوع من التباطؤ في مستوى الخدمات العامة في المنطقة، وده كان في الحقيقة بالنسبة لنا يعني محل تساؤل غريب، وخاصة ان كان ملاحظ ان في اهتمام ببعض الاحياء الاخرى على حساب احياء تانية. يعني حضرتك تعلم على سبيل المثال ان تم تخصيص ميزانية اضافية السنة اللي فاتت لتأهيل وصيانة الطرق الداخلية في المحافظات والمدن الجديدة. تمام. دي طبعا كانت بداية يعني انفراجة في الأزمة، ولكن احنا فوجئنا ان تم الاهتمام بأحياء هي في الواقع يعني في حالة جيدة جدا ومش محتاجة اي صيانة ولا محتاجة اي اعمال سفلتة. لما تديني مثال علشان الامور تبقى واضحة يعني، يعني على سبيل المثال لو حضرتك من ساكني 6 اكتوبر او على معرفه بمدينه 6 اكتوبر، الحي المتميز على سبيل المثال، فجعل الحي المتميز اكثر تميزا. بالظبط كده، الحي المتميز هو يعني البنيه التحتيه فيه طبعا في مستوى جيد جدا ومش محتاجه اي يعني جهد كبير في المجال ده، ولكن فوجئنا ان الطرق والاحياء الداخليه في المنطقه دي بيعاد رصفها من جديد وبيعاد صيانتها من البداية خالص رغم انها مش محتاجة، في الوقت ان الاحياء الاخرى زي الحي الثاني زي الحي الثالث اللي هي اساسا يعني بدأ من الصفر في مستوى الخدمات لغاية دلوقتي ما تمش فيها حاجة. طيب انا هقول لك حاجة بقى دكتور جمال، انه احنا تواصلنا مع الباشمهندس شريف الشربيني وهو معانا على يعني الخط حالا، وانا يعني اشهد له بانه في حدود اللي انا شفته رجل يعني مجتهد وفعال جدا، وانت حضرتك دكتور جمال اشدت بيه في البدايه يعني. بس طبعًا احنا طبعًا الشريف يعني انا بصراحه يعني اشهد بيه طبعا من بدايه توليه الجهاز يعني. تمام. عشان كده يعني انا يمكن يعني مداخلتي مع حضرتك هي عتاب اكثر منه تقديم شكوى يعني. طيب. لان هو طبعا عارف كويس جدا قد ايه احنا بنحترم الجهاز وبنحترم يعني القائمين على الجهاز بشكل كبير جدا يعني. رائع. باشمهندس شريف مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك. الحي الثاني الله يخليك فندم. الحي الثاني محتاج حاجات كتير.
هو الحقيقه يمكن مش الحي التاني بس، احنا يمكن في اطار خطه التطوير يعني منتهجها الجهاز فيما يخص رفع كفاءه الاحياء السكنيه والمناطق المختلفه، كان عندنا حقيقه يمكن تراكمات كتيره جدا. طبعا حضرتك عارف مدينه السادس من اكتوبر مدينه عريقه وقديمه، والحقيقه كان محتاجه شغل على مستوى الاحياء القديمه بشكل كبير جدا. فالحمد لله طبعا عملنا الحقيقه مجموعه من الاولويات، طبعا مش معقول ان احنا نشتغل في كل الاحياء مره واحده، وابتدينا الحقيقه في نطاق كبير جدا الاحياء تحديدا من الاول للخامس شغالين فيها اعمال طرق، في بعض المجاورات في الاحياء دي خلصت الحمد لله يمكن بشكل كبير، في البعض الاخر لسه، لكن مستمرين ان شاء الله. بنوعد برضو الحقيقه الدكتور جمال والساده المواطنين في مدينه اكتوبر والاحياء اللي لسه لم يتم اكتمال اعمال تطوير فيها، ان شاء الله يعني خلال يعني فتره 6 شهور كده تباعا هيبقى الموضوع افضل كتير. والحمد لله يمكن الحقيقه يمكن يعني متابعين معانا الموقف في المدينه في اماكن كتير بفضل الله تعالى انتهينا منها واختلفت اختلاف جذري تماما، والباقي طبعا احنا شغالين عليه والعمل مستمر ما بنوقفش شغالين النهار ان شاء الله بامر الله تعالى. يعني احنا خلال 2021 مدينه 6 اكتوبر وبالاخص الاحياء القديمه هيبقى ليها شان مختلف تماما. يعني كان حضرتك بتقول انه الحي الثاني هو موضوع في الخطه بحيث انه ان شاء الله يتم يعني رفع كفاءته زي يعني المهندسين ما بيقولوا ايه في الست شهور كده. بالظبط كده يا فندم. الحي الثاني في بعض المجاورات لسه ما خلصتش، طبعا كل حي بيتكون من مجموعه من المجاورات، ففي بعض المجاورات لسه ما خلصتش، ان شاء الله خلال الست شهور دول هيكون الاحياء من 1 ل 5 كلهم بالكامل منتهين بامر الله. دكتور جمال يعني هل الاجابه دي كافيه ولا انت عندك اسئله اخرى؟ والله يعني احنا بنثق في الباشمهندس شريف وبنثق في الجهاز، يعني احنا فعلا بنتمنى الصالح يعني دايما بشكل مستمر. تسمح لي يا دكتور معتز مشكله تانية، وانا شاكر لحضرتك ان الباشمهندس شريف برضو موجود معانا، هي مشكله الباع الجائلين الموجوده في الاحياء الداخليه وخاصه على محور الكفراوي. يعني يمكن الباشمهندس الشريف معانا وهو يعلم قد ايه المشكله دي اصبحت مشكله مزمنه في منطقه محور الكفراوي، واللي هو حاليا بيشهد نوع من التطوير، يعني محتاج طبعا مع التطوير ده ان يتم حتى يعني المحافظه على الطابع الجمالي للمنطقه والطابع يعني السكاني للمنطقه، يعني مع التطوير اللي بيتم مع الانفستمنت اللي بتتم. طيب اشكرك يا دكتور جمال. خليني نسال باشمهندس الشريف ماذا يمكن ان احنا نعمل مع الباعة الجائلين؟ هو طبعا يا فندم موضوع الباعة الجائلين ده موضوع الحقيقه مهم جدا، واحنا لما فكرنا فيه فكرنا ازاي نوجد بديل. مش من المعقول ان الموضوع يبقى عباره عن مطارده بس للباعة الجائلين، لا ده مش حل حقيقي على الارض. كان تفكيرنا الحقيقه مختلف، ان احنا الحمد لله يعني دلوقتي يعني اوشكنا على الانتهاء من تنفيذ السوق كامل للباعة الجائلين، عباره عن بواكي بشكل راقي جدا وحضاري. السوق ده الحقيقه في منطقه في بدايه محور الكفراوي جنب منطقه المستشفيات، مش عايز اذكر بس اسامي المستشفيات عشان ما يبقاش نوع من انواع الدعايه، لكن ان شاء الله يمكن خلال اسبوعين بكثير جدا هنبتدي في تسكين الباعة الجائلين في المنطقه دي. السويه دي على مساحه حوالي 1500 متر، فيها حوالي 100 باكيه تقريبا، ابعاد الباكيه 3 في 3. وانا بدعي سيادتك لو حد من فريق العمل عند حضرتك يجي يشرفنا ونوريه مراحل العمل في السويقه ومراحل التطوير في طريق محور الكفراوي. ده رائع، اشكرك باشمهندس الشريف. كده دكتور جمال اعتقد كل احلامك متحققه بس هي في وقتها يعني. فبنشكر طبعا دكتور جمال محمد، شكرا جزيلا. بنشكر باشمهندس الشريف الشربيني، وانا اشهد لهذا الرجل. يعني انا كذا مشكله بتقابلني واحاول يعني ناس حتى عاديه يعني مش حاجه مش لازم يكونوا يعني ليهم حيثيه ومكانه، والرجل لا يتاخر ومكتبه مفتوح، وانا اشهد ان مره بساله بقول له كذا كذا قال لي خليه يا فندم يشرفني، بقول له ده كانت الساعه 9:30 بالليل، قال لي ما احنا قاعدين الساعه 11. فيعني فعايز اقول شريف الشربيني بالنسبه لي حينما اسمع اسمه اعرف انه في جديه في التزام في مجهود في اخلاص، وكل الحاجات دي في الاخر هو ده يعني هي اللي شايل البلد دي شويه ناس كده، ما يطلعوا 5% 10% قلبهم سليم ومخهم نظيف، يعني وطنيين هنا ما عندوش مصلحه تانية ولا حسابات شمال ومين، وفهمان كيف كفء يعني. فبس خلاص هو ده اللي انت نفسك تشوفه في كل موقع من المواقع، وان شاء الله نتابع مع الباشمهندس الشريف الشربيني هذه الملفات والامور تتحسن. هطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل اكون عندنا فقرتين متتابعتين، واحده عن بايدن تنصيب في امريكا دلالاته بالنسبه لامريكا ودلالاته بالنسبه لنا في المنطقه،
ضفنا فيها الدكتور مصطفى جودة، وعندنا فقرة تانية نتكلم فيها عن الضرائب. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.